بسم الله الذي يحب الجمال، خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، بنحاول فيها نيسر تذوق الجمال الأدبي لأخي إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ. النهاردة الحلم رقم 197 ويبدأ هكذا. بيوتنا تقع على حافة الصحراء، وكل بيت له فناء نضع فيه زيرا للمياه العذبة، فيدخل العطشان يروي ظمأه ويدعو لنا. ويوما اندست عصابة بين الداخلين وهاجمت بيتا فقتلت وسرقت وهربت، فأغلقنا الأبواب، ولكن علمنا أنهم يحفرون نفقا للوصول إلينا. وعند إحدى الحفريات تفجر ينبوع ماء وتدفق حتى غطى الصحراء وبشر بالخير العميم، وهتف حكيم بيننا أن افتحوا الأبواب وانعموا بحسن الجوار. الله، أمثولة جميلة جدا، بتعبر عن حاجة مهمة جدا في حياة البشر. هذه الأمثولة تدعونا للتفكير، ليه الناس اللي كانوا عايشين في سلام وحاطين الزير جوا عند البيت، والناس اللي بيعدوا يخشوا يشربوا ويدعوا لهم، ايه اللي يحول الحال ان الامر يتحول الى قتل وسرقة ونهب وهروب؟ ليه كده بعد حياة كانت مطمئنة؟ بسبب واضح جدا، لما تنقص الثروة، ينقص الاكل، يجوع الناس. وجوع زي ما حضراتكم عارفين، زي ما بنقول في تعبيراتنا الشعبية المصرية، الجوع كافر، الجوع كافر. هتجوع الناس، هيحصل كده واكتر من كده. على فكرة في اي مجتمع انساني دي ظاهرة انسانية عامة، ما تجوعش الناس. لو جوعتهم، لو الناس جاعوا هيسرقوا ويقتلوا. لما ينبوع الماء انفجر وغطى الصحراء، الحكيم قال ايه؟ افتحوا الابواب وانعموا بحسن الجوار. ليه؟ طالما في خير، طالما هيبقوا الناس كويسين ويعيشوا في سلام وهدوء زي ما كانوا عايشين. فالسبب زي ما بتقول لنا هذه الامثله هو سبب اقتصادي. سوء الاوضاع الاقتصاديه بيدمر اخلاق البشر. الحكم الدكتاتوري الفاسد اللي بيسبب أزمات اقتصادية وضغط قهر سياسي وقهر اقتصادي على الناس بيبوظ أخلاق الناس. فالحكم غير الرشيد هو اللي بيوصل الناس لكده، لأن الجوع زي ما بنقول كافر. وبالتالي عشان الناس يبقوا يعيشوا في حسن الجوار لازم يكون في حكم رشيد يخلي الوضع الاقتصادي يبقى فيه انتعاش اقتصادي والناس يعيشوا في سلام. ده اللي بيحاول يقوله لنا محفوظ، زي ما وصلني. وحضراتكم ليكوا حرية انكم تشوفوه زي ما كما تشاءوا، لكن هذا ما قدر الله لنا ان نقوله، والله اعلم.